اليوم رح أحكيكم عن البوتولينوم توكسين. ها؟ بعرف الاسم شوي صعب. هيه. بس سلامة ما تتفاجئي، لأنه أكيد بتعرفيه باسم أسهل، البوتوكس. بدأ استخدام البوتوكس طبياً بأمريكا عام 1977 لمعالجة عضلات العين، وإله عدة استعمالات طبية مثل مكافحة التعرق الزائد، التشنجات العضلية والصداع. وعام 2002 وافقت الـ FDA أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكي على استخدامه بالتجميل للتخلص من التجاعيد والخطوط بالوجه. بيشتغل البوتوكس على عضلات الوجه فبيريحها وبيخلي التجاعيد والخطوط تختفي، و82% بيلاحظوا مفعوله بعد أسبوع واحد، وهالمفعول بيستمر بين 3-4 أشهر. أها. معظم المفاهيم الخاطئة عن البوتوكس سببها الاستخدام الخاطئ. ضروري دايما استعمال مواد آمنة ومرخصة، والأهم هو أولا عدم التمادي والإسراف، وثانيا اللجوء إلى الطبيب المتخصص مثل كل الإجراءات الطبية. وعساكم دوم بصحة وسعادة.